بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثامن. وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات التي فيها إثبات الصفات، فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وقد تقدم جزء كبير منها وانتهى إلى سياق الآيات التي فيها إثبات المحبة وإثبات المودة له سبحانه وتعالى. فقد سمى نفسه بالغفور الودود، وأخبر عن نفسه أنه يحب عباده المؤمنين وأنهم يحبونه في آيات كثيرة. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، ومن ذلك ما ورد في هذه الآيات الكريمات من إثبات أنه سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو سبحانه يحب هذه الصفات لأنها صفات خير وبر وإحسان ووفاء وعدل، ويحب أهلها حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. والحب في اللغة هو اللزوم، لزوم الشيء والثبات، لزوم الشيء والثبات يسمى حبا، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو كما وصف الله تعالى به نفسه أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه محبة المخلوق. المخلوق يحب والله يحب، ولكن محبة المخلوق لا تشبه محبة الخالق كسائر صفاته سبحانه وتعالى. وهي وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية، فإن لله سبحانه وتعالى محبة تليق به وبعظمته، وللمخلوق محبة تليق به وبكونه مخلوقا، ولا مماثلة بين المحبتين، كما ليس هناك مماثلة بين سائر صفات الخالق وصفات المخلوق، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا ميزان في جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه اسم السميع واسم البصير والسمع والبصر، ونفى عنه مماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء. والمحبة كما ذكر العلماء تتفاوت، لها درجات، عشر درجات المحبة، عشر درجات، بعضها أقوى من بعض. أولها العلاقة، يعني أدنى أنواع المحبة العلاقة، وأعلاها الخلة. أعلى درجات المحبة الخلة، والخلة خلة الله سبحانه وتعالى لم ينلها من البشر، يعني أدنى أنواع المحبة العلاقة وأعلاها الخلة. أعلى درجات المحبة الخلة، والخلة خلة الله سبحانه وتعالى لم ينلها من البشر إلا اثنان فقط: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أن إبراهيم عليه السلام بلغ من محبة الله أعلى درجاتها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم نال هذه الدرجة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله جل وعلا اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك يقال الخليلان، الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما المحبة غير الخلة فإن الله سبحانه وتعالى يحب جميع المؤمنين والمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، نالها كثير من عباد الله الصالحين. بقية درجات المحبة نالها كثير من عباد الله الصالحين، هي مشتركة بين المؤمنين، بينما الخلة اختصت باثنين فقط من البشر لم يبلوها إلا هما عليهم الصلاة والسلام، وهي أعلى درجات المحبة. نبدأ الآن في الآيات التي سمعتم. نعم، الآية الأولى، الآية الأولى قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر من الله سبحانه وتعالى بالإحسان، ثم علل ذلك بقوله إن الله يحب المحسنين. فقوله أحسنوا، الإحسان المراد به إتمام العمل وإتقانه، إتقان العمل وإتمامه على الوجه المطلوب، هذا إحسان. وكذلك بذل النفع، بذل النفع للمحتاجين، هذا يسمى إحسان. وكل ما فيه نفع يتعدى إلى الغير فإنه إحسان. فالإحسان أنواع، أعلى الإحسان ما كان بين العبد وبين ربه. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى درجات الإيمان، أو أعلى مراتب الإيمان، أو أعلى مراتب الدين ككل، لأن الدين ثلاث مراتب: الإسلام وهو المرتبة الأولى، ثم الإيمان وهو المرتبة الثانية، ثم الإحسان وهو المرتبة الثالثة وهو أعلاها. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، على اليقين، تعبده سبحانه على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا لم تبلغ هذه المرتبة ولم تستشعر هذه المرتبة فإن التي تليها أن تشعر بأن الله يراك، تشعر بأن الله يراك، فتتقن العمل، تفعل الخير وتترك الشر لأن الله يراك دائما وأبدا، تستشعر هذا. فمن استشعر هذا الشعور فإنه يحسن العمل ويتمه ويتقنه ويتجنب ما يخل به أو يبطله، هذا الإحسان الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الإحسان الذي بين العبد وبين الخلق هو بذل الخير لهم والرفق بهم من إطعام الجائع وكسوة العاري وإعانة المحتاج، هذا إحسان. حتى مع الحيوان، مع الحيوان أيضا، إذا رأيت حيوانا جائعا أو عطشان ثم أعلفته أو سقيته قد أحسنت إليه، بل حتى عند ذبحه ترفق به، ترفق به ولا تعذبه عند الذبح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا قتلتم أحدا من الناس لاستحقاقه القتل بقصاص، بجناية يستحق بها القتل، فلا تعذبوه ولكن اقتلوه قتلا مريحا. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولو كان القتيل يستحق القتل، لا تقل إن هذا يستحق القتل ثم تفعل به أنواع التعذيب، هذا لا يجوز، اقتله قتلة مريحة. إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم، يعني الحيوانات التي تؤكل من بهيمة الأنعام أو غيرها من الطيور أو الصيد مما يحل أكله، إذا ذبحتموه للأكل فأحسنوا الذبحة لأن تكون ذبحة مريحة، ليحد أحدكم شفرته يعني السكين وليرح ذبيحته، ما يطيل عليها التعذيب أو الانتظار، أو يذبح بآلة كالة، أو يقتل القتيل بسيف كال،
أو ما أشبه ذلك هذا حرام، بل إنه يجهز على القتيل ويجهز أيضا على الذبيحة بأسرع ما يمكن وبأرفق طريقة، هذا من الإحسان إلى الخلق. الله كتب أي أوجب، كتب معناها أوجب، أوجب الإحسان على كل شيء، فالإحسان يكون بين الله وبين عباده، ويكون الإحسان بين الله وبين ويكون الإحسان بين المخلوقين بعضهم مع بعض. وكذلك العمل، الإحسان في العمل نوع ثالث، وهو الإحسان في العمل، أن الإنسان إذا عمل عملاً يتقنه ويحسنه، إذا بنى جداراً أو خاط ثوباً أو عمل أي عمل أو صنع صناعة فإنه يتقنها ولا يغش فيها، وإذا كان لا يحسن الصنعة لا يدخل فيها، إذا كان ما يحسن الصنعة فإنه لا يجوز له أن يدخل فيها وأن يغش الناس، وإنما يدخل في الصنعة أو الحرفة أو المهنة إذا كان يتقنها، أو كان يتقنها ولكنه لا يهتم بها فهذا لا يجوز أيضا، هذا حرام. الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فكما تحب أن الناس يتقنون لك العمل أنت أتقن العمل للناس، أو كان أجيرا عند أحد تولى شيئا من الأعمال بالأجرة فإنه يتقن العمل الذي استؤجر من أجله، أو مقاولة أخذ مقاولة دنا أو غير ذلك فإنه يتقن الأعمال التي قاول عليها بالتمام، هذا من الإحسان. أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا فيه إبراء للذمة وفيه نصيحة في الطرف الثاني، أما من غش وخال فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه. الحاصل أن الإحسان مطلوب بكل أنواعه، والله جل وعلا يحب المحسنين، ومفهوم الآية أنه سبحانه وتعالى لا يحب الذين لا يحسنون، الذين يمنعون الإحسان ويجعلون بدله الإساءة، الله جل وعلا لا يحبهم، هذا مفهوم الآية الكريمة. والشاهد من الآية أن فيها إثبات أن الله يحب المحسنين، لأنه سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده ويحب الإحسان ويحب المحسنين، فالإحسان صفة حميدة وصفة كمال يحبها الله ويحب أهلها، ولهذا وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، ففيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وفيها الحث على الإحسان، الإحسان في كل شيء، فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العبد وبين عباده، بين العباد بعضهم مع بعض يكون الإحسان متبادلا بينهم، وحتى مع البهائم والمخلوقات. نعم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه الآية في سياق الأمر بالإصلاح بين المتقاتلين من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا يعني اعدلوا، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في أحكامهم وفي أقوالهم وأعمالهم، يكون الإنسان مع العدل دائما في قوله وفي فعله وفي تعامله مع الناس حتى مع الكفار، أمر الله المسلمين أن يعدلوا حتى مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إذا كنت تبغض أحدا فلا يحملك بغضه على أن تحيف في حقه بل اعدل معه ولو كان عدوا لك أو كافرا، العدل مطلوب والجور حرام مع كل أحد. ولهذا لما ذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خرص الثمار في خيبر، أراد اليهود أن يرشوه أن يدفعوا له رشوة فرفضها رضي الله عنه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي وإنكم أبغض الناس إلي، ولكن لا يحملني بغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، يقول رضي الله عنه لا يحملني حب رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا اعترافا منهم بالحق، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، وهذا عملا بقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض، الشنآن معناه البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقسط معناه العدل، أقسطوا يعني اعدلوا بين المتقاتلين، إذا أصلحتم بينهم لا تميلوا مع طائفة دون طائفة، بل يلزموا العدل، ولا تحيفوا مع أحد تحبونه أو تجوروا على أحد تبغضونه. فلا يمنعك حبك لشخص أن لا تعدل فيه، ولا يحملك بغضك لشخص أن تجور عليه. هذا هو الذي جاء به هذا الدين العظيم، دين الإسلام، بل كل الأديان السماوية جاءت بهذا، وبه قامت السماوات والأرض، العدل. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لا تحملك قرابته لك على أن تحيف معه وتجور مع خصمه، بل اعدل بينهم وأقسط بينهم، كونوا شهداء بالقسط، كونوا شهداء لله، شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الشهادة لله، ما هي لأجل أحد أو نفع أحد، وإنما تقام من أجل العدل، ولو كانت على النفس أو على قريب، بل على أقرب الناس أو الوالدين أو الأقربين. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا يقول أقسطوا، هذا أمر بالقسط. ثم علل ذلك بقوله إن الله يحب المقسطين، أي العادلين. ومفهوم الآية أنه يبغض الجائرين، مفهوم الآية الكريمة أنه يبغض أهل الجور والظلم والإجحاف. فأقسط الرباعي معناه العدل، أقسط عدلا. أما قسط ثلاثي فمعناه الجور. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون أي الجائرون. فقسط ثلاثيا معناه جارا، وهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. وأما أقسط الرباعي المزيد بالهمزة فمعناه عدلا، والله يحب المقسطين. ففي الآية الكريمة إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب أهل هذه الصفة، وهي العدل في أحكامهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. والعدل هو التوسط بين الطرفين، طرفي النقيض، لا إفراط ولا تفريط، توسط، هذا هو العدل، وهو الذي قامت به السماوات والأرض، قامت بالعدل. وفي الآية من مفهومها أن الله يبغض الجائرين الذين يجورون في أحكامهم وفي أقوالهم في أفعالهم ويتبعون أهواءهم ويميلون مع ما تحبه أنفسهم وما يحبون ويتركون العدل، هؤلاء يبغضهم الله سبحانه وتعالى. نعم. إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه الآية في سياق العهود، نبذ العهود التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في سورة براءة. الله جل وعلا استهلها بقوله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ثم أعطاهم مهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعطاهم مهلة 4 أشهر، من كان له عهد مؤجل إلى أجل معلوم فإنه ينهى إلى أجله، ومن كان له عهد مطلق ليس له أجل معلوم أعطي 4 أشهر، ثم بعد ذلك يقاتل. إذا انتهت 4 أشهر يعلن عليه الحرب والجهاد من المشركين. ولم يباغتهم الله سبحانه وتعالى بالقتال، لأنهم كان لهم عهود مع المسلمين،
قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، عند المسجد الحرام يعني في الحرم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما مهما وفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم فأنتم يجب عليكم الوفاء لهم بهذا العهد. أما إذا خالوا العهد فقد انتقض عهدهم، أما إذا استقاموا عليه ولم يخونوه فإنه يجب عليكم احترام العهد والوفاء به مقابلة لهم بوفائهم. وهذا دليل على أن الإسلام يأمر بالوفاء والإحسان حتى مع الأعداء، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله، هذا تعليل، إن الله يحب المتقين، أي أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه تقوى، تقوى لله سبحانه وتعالى، والله يحب المتقين. فالشاهد من الآية الكريمة أن فيها عند المسجد الحرام يعني في الحرم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما مهما وفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم فأنتم يجب عليكم الوفاء لهم بهذا العهد، أما إذا خانوا العهد فقد انتقض عهدهم، أما إذا استقاموا عليه ولم يخونوه فإنه يجب عليكم احترام العهد والوفاء به مقابلة لهم بوفائهم. وهذا دليل على أن الإسلام يأمر بالوفاء والإحسان حتى مع الأعداء، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله، هذا تعليل، إن الله يحب المتقين، أي أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه تقوى، تقوى لله سبحانه وتعالى، والله يحب المتقين. فالشاهد من الآية الكريمة أن فيها كما سبق إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب المتقين الذين يتقون محارم الله ويتقون غضب الله، يجعلون بينهم وبين غضب الله وعذاب الله وقاية من طاعته واجتناب محارمه، هؤلاء يحبهم الله. فدلت الآية الكريمة تمثيلاتها على إثبات المحبة لله، وأنه يحب أهل التقوى والوفاء بالعهود حتى مع الأعداء والكفار، فما بالك بالعهد مع المؤمنين، إنه أشد وأوثق. إذا كان العهد مع الكفار يجب احترامه، وأن من احترمه واستقام عليه فإنه متقي والله يحب المتقين، فكيف بالعهد الذي بين المسلمين بعضهم مع بعض؟ إنه أشد وأعظم، وإن الخيانة فيه أشنع وأقبح. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية في سياق آيات الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الحائض، يعني اجتناب جماع الحائض في وقت الحيض، جماعها، اجتناب جماعها في فرجها، فلا تقربوهن في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني محل خروج الحيض، المحيض يعني محل خروج الحيض وهو الفرج، لأن هذا نجاسة وقذارة لا يليق بالمسلم أن يباشرها وأن يقع فيها، بل عليه أن يبتعد عن النجاسات والقذارات. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني لا تقربوا جماعهن في المحيض حتى يطهرن، يعني ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأباح وطأها بشرطين: الشرط الأول أن ينقطع دم الحيض وترى الطهر والنقاء، الشرط الثاني أن تغتسل عن الحيض. فإذا وجد الشرطان انقطاع الدم والاغتسال جاز لزوجها أن يجامعها لزوال المحذور. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في محل الجماع الذي أباحه الله وهو القبل الفرج، خلاف الدبر والعياذ بالله فإن هذه لوطية. أتوهن من حيث أمركم الله، أي في محل الحرث، نساؤكم حرث لكم، محل الحرث الذي هو محل النسل، أتوهن من حيث أمركم الله.
إن الله يحب، هذا التعليل، إن الله يحب التوابين. توابين جمع تواب، وهو كثير التوبة، والتوبة في اللغة معناها الرجوع، يقال تاب إذا رجع وآب إذا رجع، تواب والأواب، الرجاع تواب الرجاع والأواب الرجاع أيضا. والمراد به هنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته سبحانه وتعالى. التوبة يراد بها هنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته ومن غضبه إلى رضاه سبحانه وتعالى. فمن رجع إلى الله يقال تاب إلى الله، أي رجع. والله يحب التوابين الذين كل ما صدر منهم ذنب تابوا إلى الله، كل ما أذنبوا تابوا إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فكل ما حصل منه ذنب بادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تواب رجاع إلى الله عز وجل، بخلاف الذي يتمادى في معاصيه ويعطي لنفسه فسحة الرجاء والأمل ويقول الله غفور رحيم ولا يتوب إلى الله عز وجل، يعتمد على الرجاء، هذا غالط ومخطئ. بل مع رجاء الله فإنه يتوب إلى الله عز وجل، أما الرجاء من دون توبة فهذا غرور وخداع من الشيطان. وكلما أذنبوا تابوا إلى الله واستغفروا ورجعوا إلى ربهم، استغفروا الله لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله. ولا يقنط من رحمة الله كذلك، لأن بعض الناس يقنط ويقول أنا عصيت وعصيت وفعلت جريمة لا تغتفر، ثم يقنط من رحمة الله ولا يتوب، يقول أنا هلكت ولا يتوب، هذا قنوط من رحمة الله. ولا ييأس من رحمة الله إلا إن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط من رحمة الله كفر، والأمن من مكر الله أيضا كفر. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن من مكر الله ويعتمد على الرجاء ويترك التوبة، ولا يقنط من رحمة الله يحمله الخوف الشديد على ترك التوبة، لأنه يظن أن الله لا يغفر له هذا الذنب، أو أنه كثر الذنوب ولا يتوب لأنه أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم يقول ما فيه توبة. يجيها الشيطان ويسد أمامه باب، وأنت ما تستحي تعصي ثم تعصي ثم تتوب ثم تعصي، يجيها الشيطان ويقول له الكلام هذا أو يوسوس له فيترك التوبة والعياذ بالله، قنوطا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتواب هو كثير التوبة، وهو الذي كل ما أذنب تاب إلى الله توبة نصوحا، ولا يقنط من رحمة الله، ولا يعتمد على الرجاء ويكثر من الذنوب، بل يكون رجاعا إلى ربه عز وجل. إن الله يحب التوابين الذين كل ما أذنبوا استغفروا وتابوا ويكثرون من التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. الإنسان خطأ، وقد يقع منه أخطاء ما درى عنها، قد يقع منه أخطاء في حق الله ما شعر بها، فيتوب إلى الله ويكثر، ولا يزكي نفسه، يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة في اليوم والليلة. فإن الله يحب التوابين والمستغفرين ويحب المتطهرين. هذا فيه أن الوطأ في الحيض خلاف الطهارة، أنه نجاسة وقذارة ولا يحبها الله سبحانه وتعالى، وإنما يحب المتطهرين الذين يعتزلون جماع الحائض ويبتعدون عنه، فإذا طهرت واغتسلت فعلوا ما أباح الله لهم منها، هؤلاء متطهرون والله جل وعلا يحبهم. ففيها إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب التوابين الذين يكثرون التوبة قولا وعملا، ولا يزكون أنفسهم، ولا يقنطون من رحمة الله، ولا يعتمدون على جانب الرجاء ويفسحون المجال لأنفسهم في المعاصي كحالة المرجئة، ولا يقنطون من رحمة الله كحالة الخوارج والوعيدية، وإنما يتعاملون مع الله تعامل العبد الذي كلما أذنب رجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار والندم وترك الذنوب والابتعاد عنها. وكذلك الذين يتقيدون بشرع الله، فإن الله حرم وطأ الحائض
وأباحه عند اغتسالها وطهرها فهم يتقيدون بشرع الله عز وجل، لأن هذا هو الطهارة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فدل على أن وطء الحائض قذارة ونجاسة، وأن الله لا يحب من فعل ذلك، ولذلك وجبت الكفارة على من وطئ المرأة وهي حائض، ووجب عليه التوبة والاستغفار لأنه فعل ذنبا ومعصية لله عز وجل. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان، هذه الآية يسمونها آية الامتحان، انتبهوا لها. وذلك أن اليهود ادعوا أنهم يحبون الله، اليهود ادعوا أنهم يحبون الله، فامتحنهم الله بهذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله فهناك دليل على صدقه أو على كذبه. ما هو هذا الدليل؟ هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب الله فليتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما من ادعى أنه يحب الله ولا يتبع الرسول فإن هذا دليل على كذبه، وكذب اليهود في ذلك أنهم يحبون الله لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به وجحدوا رسالته، دل هذا على كذبهم في دعواهم فسقطوا في الامتحان. الامتحان هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحد الفاصل والعلامة الظاهرة على محبة الله سبحانه وتعالى. وليس هذا خاصا باليهود، هذا عام في كل من يدعي أنه يحب الله ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبته إما مكذوبة وإما ناقصة ولا بد. ومن ذلك الصوفية الذين يعتمدون على المحبة ويقولون نحن لا نعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه، ولكن عند الامتحان لا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتابعون من يتابعون؟ يتابعون شيوخهم، شيوخ الطرق وقادة الضلال الذين يشرعون لهم من دون الله عز وجل، فيتبعون شريعة الطواغيت الذين يسمونهم شيوخا، وهم يسمون أنفسهم مريدين لهم ويستميتون في طاعتهم ولو كانوا يخالفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعزلون الرسول صلى الله عليه وسلم عزلا تاما، ويعزلون أحاديثه ويقولون نحن نتصل بالله مباشرة، الرسول إنما جاء للعوام، أما نحن خواص وصلنا إلى الله ونأخذ عن الله مباشرة. هذا موجود في كتبهم، لا نقول عليهم بالظن، وإنما هذا موجود في كتبهم أنهم يأخذون عن الله مباشرة، وأن الله اجتمع برئيسهم أو سيدهم وأمره بكذا ونهاه عن كذا، حدثوهم بذلك، وقالوا لأهل السنة أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، يعني السند عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، بمعنى أنهم ما هم بحاجة إلى الرسول. هذا إسلام، هذه محبة لله عز وجل. الله جل وعلا يقول قل إن كنتم، هذا خطاب لليهود ولغيرهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة. فمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقيد بما جاء به ويترك ما خالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والخرافات والمحدثات فهذا دليل على أنه يحب الله عز وجل، وهو صادق في قوله إنه يحب الله. أما من كان يقول أنا أحب الله وأنا أعبد الله لمحبته لا لطمع في جنته ولا خوف من ناره، لمحبته فقط، طاعة لأجل الجنة والنار، هذه طاعة التجار، أما أنا طاعتي طاعة محب، أطيعه لأني أحبه. طيب كيف تطيعه؟ تطيعه يعني تأخذ دينك عن الشيطان وعن أعوان الشيطان، هذه محبة؟ المحبة طريقها واحد وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية حاسمة في حق اليهود، في حق جميع أهل الضلال الذين يدعون محبة الله ويخالفون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا لها من آية حاسمة قاصمة لظهور هؤلاء المدعين لمحبة الله. فاتبعوني يحببكم الله، هذه ثمرة المحبة. ثمرة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أنهم ينالون محبة الله، فالله لا يحب إلا من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم.
وزيادة على ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، هذه علامة المحبة، طاعة الله وطاعة الرسول فيما أمر به الله وفيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله قل أطيعوا الله والرسول هذا تفصيل لقوله فاتبعوني، تفصيل لقوله تعالى فاتبعوني. فإن تولوا هذه النتيجة، فإن الله لا يحب الكافرين، فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وما نهى عنه وإنما يتبع غيره من المشرعين والطواغيت فإنه كافر، والله لا يحب الكافرين. يعني فاتضح من هذا كفر من ادعى أنه يحب الله ورسوله ولا يطيع الله ولا يطيع الرسول ولا يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبع طريقة الأشياخ والأحبار والرهبان والمشرعين من دون الله عز وجل. هذا هو الحد الفاصل بين الصادقين في محبتهم لله والكاذبين في محبتهم لله، والفاصل بين المؤمن والكافر، فإن الله لا يحب الكافرين. اتضح الآن آية الامتحان، اتضح الامتحان الذي فيها، هذه يجب أن يطبقها العبد على نفسه أولا، يطبقها على نفسه أولا ثم يطبقها على أهل الضلال وأهل الفرق وجميع الجماعات وجميع الفرق، يطبق هذه الآية عليهم. من كان على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله وطاعة رسوله فهو الصادق وهو المحبوب عند الله وعند خلقه، ومن كان قوله خلاف فعله وكان عمله خلاف قوله فإنه كاذب، سواء كان فردا أو جماعة أو طائفة أو فرقة، هذا ينطبق على الأفراد وينطبق على الجماعات وينطبق على نفس الإنسان وينطبق على غيره. فالآية هذه ميزان يتخذها المسلم مع نفسه ومع غيره يطبقها. فإذا أما من كان بخلاف ذلك فالدعاوى لا تقبل وإن كانت عريضة وكبيرة. أسأل الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا المسلمين طريق الصواب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات المحبة لقوله يحببكم الله، يحببكم الله، وفيها أنها لا تنال محبة الله للعبد إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد لا يكون صادقاً في دعواه محبة الله إلا إذا كان متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ثمرات المحبة وعلاماتها، أما علاماتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله، وأما ثمراتها فهو يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه ثمرات المحبة، المغفرة، وأعظم من المغفرة محبة الله للعبد، هذه أعظم وأجل. نعم. وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات في سياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه في الولاء والبراء، في الولاء والبراء، لأن المنافقين كانوا على علاقة مع اليهود، علاقة محبة، أما العلاقة علاقة المعاملة ولا لا بأس بذلك،
يكون هناك علاقة مع اليهود ومع الكفار بالمعاملة والبيع والشراء، هذا لا بأس، هذه مصالح، تبادل مصالح، لكن علاقة المحبة والموالاة في القلوب هذا البلاء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني تحبونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالم. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، يسارعون فيهم، يعني يحبونهم ويوالون، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخاف يتغلب اليهود على المسلمين ويكون لنا عندهم يد إذا لو تغلب، يعني ما عندهم حسن ظن بالله عز وجل وأن الله سينصر رسوله وسينصر المسلمين، فهم يجعلون مع اليهود يد ومع المسلمين يد، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إن انتصر المسلمون قالوا حنا معكم، وإن انتصر الكفار قالوا حنا معكم، وإنما كنا نخادع هؤلاء. وهذه حقيقتهم أنهم مع الكفار، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يصير الدائرة لليهود ينتصرون، بعدين يصير لنا عندهم يد ونسلم من شرهم، ما عندهم حسن ظن بالله عز وجل أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأن النصر والفتح سيكون له، لكن مع الصبر والثبات والانتظار عدم العجلة، الله جل وعلا وعده، لكن بعد الامتحان وبعد الصبر، لا بد من الامتحان والابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء، انكشفوا الآن، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، انكشفوا والعياذ بالله. إذا جاء النصر للمسلمين والفتح من الله انكشف هؤلاء واتضح أمرهم للمسلمين وافتضحوا، مع أنهم كانوا يحلفون إنهم مع المسلمين وأنهم يحبون الرسول وأنهم نشهد إنك لرسول الله غير ذلك. ثم قال تعالى محذرا عباده المؤمنين من فعل المنافقين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. سمى هذا ردة والعياذ بالله، سمى موالاة الكفار ردة عن دين الإسلام. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن الله يقيض لهذا الدين من ينصره، فإذا تخلفتم أنتم عنه فإن الله يقيض له من ينصره، الله لا يضيع دينه سبحانه وتعالى، وإن تتولوا يستبدل غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا تخلت طائفة عن الدين أو أهل بلد عن الدين قيض الله له طائفة أخرى وجماعة أخرى ليبقى هذا الدين، ليبقى هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارث، لأن الله كتب له البقاء، فلا بد أن يقيض له من يقوم به، فمن تخلى عنه إنما يضر نفسه، أما الدين فلا يتضرر أبدا، لأن الله سيقيض له من ينصره في كل زمان وفي كل مكان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هذا الشاهد من الآية، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، يعني يتواضعون مع المؤمنين ويلينون لهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم، أعزة يعني أقوياء غلاظ على أعداء الله لا يوالونهم، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون المرتدين ويقاتلون الكفار ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولهذا قال السلف إن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب وقالوا لو كان نبيا ما مات، ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، وانقسموا إلى قسمين، قسم اتبع المتنبئين الكذبة مثل مسيلمة والأسود العنسي وطليحة الأسدي وسجاح التميمية، اتبعوا المتنبئين الكذبة
وهؤلاء المتنبئون الكذبة منهم من قتل وهو كافر ومنهم من تاب إلى الله، مثل طليحة تاب إلى الله وسجاح تميمية تابت إلى الله عز وجل، فمنهم من تاب ومنهم من قتل على ردته والعياذ بالله. هذا القسم الأول الذين اتبعوا المتنبئين الكذبة وأطاعوهم وصدقوهم. والقسم الثاني الذين منعوا الزكاة وقالوا لا نؤديها إلا لرسول الله وقد توفي، ما نؤديها لأبي بكر، الذي نؤدي إليه زكاة أموالنا توفي فليس علينا زكاة، عطلوا الركن الثالث من أركان الإسلام. ولهذا عزم الصديق رضي الله عنه على قتالهم وصمم، وقد حصل بينه وبين الصحابة مراجعة فيهم وصمم وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقها، يعني من حق لا إله إلا الله، من حق لا إله إلا الله إلا بحقها حتى يقولوها، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وقال إن الزكاة من حق لا إله إلا الله والله لا أقاتلنهم. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رأوا تصميم الصديق عرفوا أن الله أجرى الحق على لسانه، فوافقوه وأطاعوه وقاتلوا معه حتى قمع الله بهم المرتدين وأعاد للإسلام قوته وهيبته. ولهذا موقف الصديق رضي الله عنه من أعظم المواقف، له مواقف كثيرة منها هذا الموقف العظيم رضي الله تعالى عنه، موقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وموقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وموقفه بعد الرسول في حالة موقفه لما توفي الرسول عند البيعة، واختلاف الصحابة عند ذلك ثبت حتى تمت البيعة، ثم موقفه مع المرتدين رضي الله تعالى عنه، مواقف عظيمة لم يقفها إلا هو رضي الله عنه. لكن الشاهد منها هو ما نحن فيه الآن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقد صدق وعد الله في أبي بكر الصديق وغيره، وهذا وعد من الله مستمر إلى أن تقوم الساعة. كل ما حصل ردة يقيم الله من يقمعها من أهل الإيمان والصدق واليقين، كل ما حصل انتكاسة عن الدين يقيم الله من يرفع راية هذا الدين ويناصره، يقيد الله من يرفع راية هذا الدين ويناصره في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن الله كتب له البقاء، فلا بد أن يبقى كما أمر الله. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية قوله تعالى يحبهم ويحبونه، فيها إثبات أن الله يحب عباده المتقين الثابتين على الدين المجاهدين في سبيل الله عز وجل عندما يحصل الارتياب والانتكاس، فإن الله يقيد لهذا الدين رجالا يثبتون على هذا الدين وينافحون عنه ويجاهدون في سبيله، وهذا حصل ولله الحمد على مدار التاريخ من عهد أبي بكر إلى عهدنا وإلى ما يشاء الله، يقيم الله لهذا الدين رجالاً يقومون بنصرته والدفاع عنه وبيانه للناس، ولو لقوا من الناس ما يلقون من السخرية ومن التخذيل ومن إلى آخره، بل من الحرب والقتال. هذا الدين لا بد يظهر ولا بد ينتصر رغم أنوف الجاحدين والكافرين والمعاندين. فالشاهد من الآية قوله تعالى يحبهم ويحبون، فيها إثبات أن الله يحب المتقين وأن المتقين يحبون الله جل وعلا كما سبق في الآيات التي قبلها. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية من سورة الصف، قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وذلك أن بعض الصحابة قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه، لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه. فقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. إذا كنتم تحبون تريدون أحب الأعمال إلى الله فهو الجهاد في سبيل الله، فافعلوا الجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، في سبيله، لاحظوا هذا القيد، في سبيله، يعني يكون قتالهم لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر، لا لعصبية ولا لطمع دنيوي ولا لطمع في بلد أو في ملك، وإنما لشيء واحد وهو إعلاء كلمة الله. فمن كان هذا قصده فهو مجاهد في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهنا يقول يقاتلون في سبيله بهذا القيد، لا يقاتلون لغير سبيل الله عز وجل، والله يعلم من يقاتل في سبيله، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولو قال الناس أو قال الإنسان أنا أقاتل في سبيل الله وهو غير صادق، الله يعلم ما في قلبه. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يلتحمون في الصف أمام العدو، وهذا فيه مشروعية صف المجاهدين والمقاتلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم أصحابه صفوفا كأنهم بنيان مرصوص، يثبتون لا ينهزمون أمام العدو ولا يدبرون ولا ينصرفون، بل يثبتون مهما كانت الأحوال. هذه صفة وهذه علامة الصدق في الجهاد في سبيل الله، كأنهم بنيان مرصوص. الشاهد من الآية إن الله يحب، فيها إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب أهل الجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ وفقكم الله، الجد والعشق ضمن الدرجات العشر للمحبة، وإذا كان ذلك صحيحا هل قول إنما عدا الكل فإن بقية الدرجات المحبة نالها كثير من عباد الله الصالحين؟ ما هم كل درجات المحبة تنسب إلى الله، هذا درجات المحبة من حيث هي، من حيث هي ما ينسب إلى الله منها إلا الود، الودود، وهو الغفور الودود، الود والمحبة. أما العشق والغرام والهيام والعلاقة والتتيم وما أشبه ذلك هذه لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسب إليه ما وصف به نفسه، يحبهم ويحبونه. واتخذ الله إبراهيم خليلا وهو الغفور الودود، ينسب إليه سبحانه ما نسب لنفسه أنه الودود، وهذا يأتي تبيينه إن شاء الله. الخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا. المحبة، يحبهم ويحبونه. أما العشق والغرام واللوعة والعلاقة وما أشبه ذلك من أنواع المحبة هذه تقاسيم من حيث المحبة. وما كل ما صح في اللغة العربية ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما ينسب إلى الله ما تليق به وما وصف به نفسه، سمى به نفسه سبحانه وتعالى، أو سماه به رسوله، أو وصفه به رسوله، يتبع الدليل في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأشاعرة تنفي صفة المحبة عن الله عز وجل؟ وما هو تعليلهم لنفي هذه الصفة؟ الجهمية ينفون المحبة، يقول إن الله لا يحب أحدا ولا يحبه أحد. وكذلك من اتبعهم في هذا اللي يقولون أن الحب لا يكون إلا لغرض، كالأشاعرة، أن الحب لا يكون إلا لغرض أو لمناسبة، ولا مناسبة بين الله وبين خلقه، والله لا يفعل لأغراض كما يقولون، وينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، هذا كله ضلال ولا يجوز، ومردود على الأشاعرة وعلى غيرهم. غرضهم من هذا يوم ينفونه
الجهمية يقولون إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحبوب والمحب، ولا مناسبة بين الله وخلقه. الأشاعرة يقولون إن الحب لا يكون إلا لغرض، والله منزه عن الأغراض. يقول هذا كله كلام باطل، لا يحب إلا لغرض، هذا من شأن المخلوقين، أما شأن الله جل وعلا فلا يقاس بخلقه سبحانه. هذا كلام باطل. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عن الله ما نفى عن نفسه. دليلنا القرآن والسنة. أما التعليلات فهذه مردودة على أصحابها. والمناسبة فصل العلماء فيها، المناسبة يقولون قد تكون مناسبة قرابة وتوالد، هذه منفية عن الله سبحانه وتعالى، أو تكون مناسبة مشابهة ومماثلة، يقال فلان نسيب فلان يعني يشبهه، وهذه أيضا منفية عن الله عز وجل لأن الله لا شبيه له. فالثالثة أنواع، النوع الثالث من أنواع المناسبة الموافقة، المناسبة بمعنى الموافقة، وهذه ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، الموافقة بين الخالق والمخلوق في طاعته وشرعه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يوافقون الله فيما شرعه لهم، والله جل وعلا يوافقهم على طاعته وعلى العمل بشرعه. الموافقة هذه ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، ومحبته من أجل ذلك، من أجل الموافقة. لما وافقوا ما أمر الله به ونهى الله عنه أحبهم سبحانه وتعالى، لما وافقوا أوامر الله ونواهيه وشرعه أحبهم الله من أجل ذلك. هذا فيه محذور ولا لا؟ ما فيه محذور، الموافقة ما فيها محذور. فبطل قول الجهمية إذن، وبطل قول الأشاعرة المحبة لأجل غرض والله منزه عن الأغراض، نقول هذا باطل، هذا في حق المخلوقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين كون العبد يستشعر أنه يرى الله عند عبادته وبين كونه يستشعر أن الله يراه مع أن الخشية تحصل بالأمرين؟ أقل، الثانية أقل من الأولى. الذي يعبد الله كأنه يراه هذا أكمل يقينا من الذي يعبد الله لأن الله يراه، لأن الله هو سبحانه يراه، هذا أقل من الأول وإن كان عاليا ولكنه أقل من الأول. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز أخذ خليل في الدنيا كالابن أو أخ أو زوجة أو صديق؟ لا بس، الرسول هو الذي منع من اتخاذ الخليل لأن الله اتخذه خليلا ولا يجمع بين خليلين. أما نحن لا مانع نقول خليلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليل يعني الذي أحبه أشد المحبة، لا مانع. وتتخذ خلان من الناس ما في مانع، حق المخلوقين بعضهم مع بعض ما في مانع. نعم. أما فيما بين العبد وبين ربه لا، ما حصلت الخلة إلا لاثنين من البشر، ونهوا عن اتخاذ أخلة من الناس. ولهذا لما أحب إبراهيم ابنه الذي أعطيه على الكبر ابتلاه الله بذبحه لأجل أن تخلص خلته لله عز وجل، وأقدم على ذبحه وأقدم على التنفيذ طاعة لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أرجو أن توضحوا لنا علامات محبة الله للعبد، وإذا علم العبد هذه العلامات فما هي الأعمال التي ينبغي عملها؟ العلامة الوحيدة هي التي سمعتم في الآية فاتبعوني، علامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العلامة الفارقة. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يعني من جملة هذه الآيات الكريمة أن من أحسن ولم يقصر فإن الله يحبه من حيث إحسانه ولا يحبه من حيث أنه لم يقصر؟ أي هل يمكن أن يجتمع محبة الله للعبد من ناحية وعدم رضاه عنه من ناحية أخرى؟ ممكن، المؤمن يجتمع، قد يكون محبة الله له محبة خالصة وقد تكون محبة من جانب دون جانب. فإن الله يحب المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفا، يحبه بقدر ما فيه من الإيمان ويكرهه بقدر ما فيه من العصيان ما دام أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام. أما الكافر فإن الله لا يحبه مطلقا، لا يحبه من أي وجه. نعم. الله لا يحب الكافرين. نعم. أما المؤمنين فإن الله يحبهم وتتفاوت محبتهم، تتفاوت بحسب طاعتهم واتباعهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، لماذا تقدم التوبة على الطهارة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ نعم، التوبة لأنها آكد، توبة إلى الله لأنها آكد، والتطهر تابع للتوبة، فإذا تاب تطهر، إذا تاب تطهر، وإذا وقع في شيء من الذنوب وقع في شيء من النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما كفارة وطئ الحائط؟ كما جاء في الحديث دينار أو نصفه، يعني مثقال من الذهب، مثقال من الذهب أو نصف مثقال من الذهب أو ما يعادل قيمته من النقود. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان قالت: ويأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فأرجو من فضيلتكم بيان ذلك. هذا سبق في شرح الحديث في البلوغ، وقلنا أن المحرم من الحائض هو الجماع في الفرج. الله تعالى يقول: فأعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض وهو الفرج. أما المباشرة في غير الفرج فلا مانع من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه، إلا أنه يأمرها بالاتزار، وما عدا ما فوق السرة وتحت الركبة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشره من زوجته وهي حائض، وذلك خلافا لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض فلا يقربونها مطلقا، ولا يأكلون ما طبخت، ولا يلبسون ما غسلت، ولا ما لمست، تشدد والعياذ بالله. فالإسلام دين العدالة، فهو توسط، فلا يجيز الجماع والتلبس بالقذارة، ولا يتشدد فيمنع من مقارفة الحائض ومجالستها ومضاجعتها كما تفعل اليهود ويعتزلونها كليا كما يفعلون. الإسلام وسط ولله الحمد. نعم. أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، من عمل عملا ولم يتقن هل نعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مهنته؟ هواكم. أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، من عمل عملا ولم يتقن هل نعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مهنته؟ هواكم، لو بغيتوا تعطونه هواكم، وإن بغيتوا تحاسبونه على النقص حاسبوه، هذا حق لكم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن القيء نجس وذلك بسبب الاستحالة، فهل هناك دليل آخر غير الاستحالة؟ وما هو الصحيح في القيء؟ قياس على الغائط، الغائط لما كان مستحيلا من الغذاء صار نجسا، وكلاهما خارج من الجوف، الغائط والاستهراء كلاهما خارج من الجوف ومن المعدة، فهو من باب القياس على الغائط. نعم، وهو الصحيح أن القيء يفسد الوضوء، وكذلك إذا تعمد الإنسان القيء وهو صائم يبطل صومه، أما إذا لم يتعمد خرج القيء بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.